السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف أنواع مختلفة من رسم الرمل. أنا ممكن أرسمه عادي من هنا، أقول له رمل وأبدأ أرسم الرمل أهوت من الدور التاني مثلا للدور التالت، أو من الدور الأول للدور التاني. يعني تقدر تيجي هنا تقول له أنا عايز أرسمه من ليفل 1 لليفل 2، أوكي هيبدأ يرسم لي الرمل دوت. وممكن تيجي هنا تيجي على الرام دوت وتلغي ده وتلغي ده مثلا، تمام. طيب ممكن نرسم نوع تاني من الرامبات، اقول لكم مثلا ليفل 1، اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الرام، وبعد كده اقول له انا عايز ارسم مثلا رام دائري، فارسم لي الرام الدائري بالشكل دوت. تبدأ تختار عايزه من فين لفين، اقول لكم مثلا بالشكل دوت يبدأ يرسم لك الرام. طيب ممكن انا اقول له انا عايز رم تاني، عايز ان انا ارسم الرم ده الباوندري يعني حدود الرم بتاعي، وليكن مثلا هختاره مثلا بالشكل دوت من هنا لهنا، تمام، ومن هنا لهنا، وابدا اقول له ارسم لي من هنا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اوفست المسافة اللي انا عايزها، وليكن مثلا متر 10 سنتي اهو. وبعد كده برسم بقى الدرجات بتاعتي، ارسم بالرايزر، الرايزر بتاعي مثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تعال نشوف 3D هتلاقيه عندك اهوت. طيب ممكن نعدل فيه، نقول له edit الرام اهوت. طيب هو جه حتة واحدة، ممكن اقول له انا عايزك تقف هنا وتقف برضه هنا، اقول له edit sketch، واقول له انا عايز رايزر يبقى موجود هنا ويبقى موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. طيب وعشان الدقة، تمام، انا عايز اخلي فيه زي وقفه بسيطه هنا كده، وليكن مثلا ملي او حاجه زي كده، كان في ترابزين موجود، فهقول له اوفست واقول له مثلا خليها مثلا 100 مثلا، او خليها 10، مجرد بس ان هو يقف وقفه بسيطه كده، اوكي هيبدا يرسم لي الرازه بشكل ده، تمام، هتبان في السكشن مثلا بالشكل دوت. خلينا نفتح كل دول. ممكن ارسمه على هيئة مثلا فلور، اقول له فلور واقول له انا عايز ارسم الرايزر اهو، ممكن ترسم بقى الفلور زي ما انت عايز. بالشكل دوت. وبعد كده تقول له انا عايز ارسم وبعد كده تقول له اوفست. جرافيك اقول له دي من هنا دي هنا، او نقول له خليها ميموريك 1000. وهنا 1000 ونلغي دول ونقول له تريم عشان نلغي الاضافات. طيب ده مكانش اوفست 1000، خلاص اقول له اوفست 1000 ونلغي الزيادات ديت، تمام، ونقول له اوكي. هو كده رسم الفلور. ممكن اقول له انا عايز اعمل الفاصل بإليمنت، يعني دول على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 0، تمام، هقول له خلي دول مثلا على ارتفاع مثلا 1000، تمام، واقول له انتر. طيب ودول خليهم مثلا على ارتفاع 800، ودول على ارتفاع 700 مثلا، ودول على ارتفاع 600 مثلا.
ودول على ارتفاع مثلا 400، تمام؟ فبتبدأ تظبط الرامب بتاعك بحيث ان هو يطلع بالشكل ده. والله انا عايز اعمل سلم درجات، هقول له انا عايز الرام، وابدا ارسم الرام بتاعي اهوت، تمام؟ او ممكن اقول له باوندري اهو نفس الفكره، واعمل له اوفست وابدا ارسم الرايزر واكرر الرايزر. يعني انا ممكن اجي على الرايزر دوت اهوت ده، واقول له انا عايزه عايز يتكرر معايا. عايز يتكرر معايا مثلا 5 6 مرات مثلا، اقول له كوبي. ممكن تقول له كوبي وتقول له مالتي ايبل، وتقول له مثلا كونسترين، وعايزه مثلا كل مثلا 300. تعمل سيلكت كده كوبي من هنا لهنا، تمام؟ وتقول له اوكي. تعال نشوف الشكل بتاعه هيبقى عامل في 3D، هيبقى عامل ازاي. هيبقى متدرج بالشكل ده.